مساء الخير. موسم الكذب بدأته بالفعل قناة الجزيرة وإخواتها بقالها أيام للتحريض ضد مصر. بتتوالى أكاذيب الجزيرة في ذكرى فض اعتصام ربع المسلح للعام الثالث على التوالي. امبارح عرضت القناة القطرية وإخواتها في تركيا فيلم بعنوان كانوا جرحى. اللي شاف الفيلم ده بيكتشف حجم الفبركة وتزييف الحقائق، وبيدرك أن هذه القنوات الإخوانية التي تنفذ أجندات دولية بالتأكيد هي تسعى إلى بث الفتنة وتحريض الرأي العام ضد مصر. الفيلم أخرجته التركية إليم كافتان، والغريب أن التصوير تم في تركيا بأداء تمثيلي بارع، وتم عرض الفيلم بثلاث لغات، العربي والإنجليزي والفرنساوي، على كل القنوات بتاعة الإخوان امبارح وأول امبارح، وذلك رغبة منهم في حشد الشباب للتظاهر في ذكرى فض اعتصام ربعة المسلح. على طريقة أفلام داعش اللي بتبث الرعب والفزع، كان فيلم كانوا جرحى، وهنا بتكتمل الصورة. تقنيات تنظيم داعش الإرهابي، تصوير وإخراج تركي، والإنتاج كالعادة قطري. هذا هو مثلث الإرهاب الذي اعتاد على التحريض والتهويل والتخويف. فبركة إعلامية، داعش، الإخوان، قطر، تركيا، كلهم وجوه لعملة واحدة اسمها الإرهاب. مساء القاهرة. إدانته حتى لو حاول إثبات عكس ذلك، وما حدث في هذا الفيلم، فيلم كانوا جرحى، مش بس فبركة إعلامية، لكنها بجاحة ونطاعة وكذب. هذا الفيلم تم تصويره في تركيا بتقنيات عالية، وهذا هو الدليل. تعالوا نشوف كده ميكينج فيلم كانوا جرحى. الحقيقة على مدار الأيام اللي فاتت انتشرت قصص كتير لخطف فتيات تحديدا في محافظة اسكندرية. القصص دي شفناها كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت الناس تقول ايه ده، هو رايا وسكينة رجعوا تاني في اسكندرية؟ بعد ايام بدأت بعض الفتيات اللي اختفوا يرجعوا تاني لأهاليهم، وبعضهم قال انهم كانوا تم اختطافهم، والبعض التاني تم اكتشاف انه هم كانوا رايحين يقضوا اجازة. مثلا لو هحكي لحضراتكم واحدة من الحالات، النهاردة اجهزة الامن اكتشفت انها كانت في الساحل الشمالي بتقضي اجازة في الساحل الشمالي. دي واحدة من الحالات على سبيل المثال. لكن على الجانب الاخر بدأت الناس بتستغل هذه الشائعة وبتنشر صور لفتيات وتحط اسمهم وتحط كمان التاريخ اللي تغيبوا فيه، وتطلب من الناس انها تنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ده طبعا اثار حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين. خليني بس يعني اقول معلومات كده وصلت لنا احنا هنا في البرنامج. يعني احدى الفتيات، انا مش هقول اسامي طبعا، لكن مثلا واحدة فتاة تغيبت كانت من يوم 11/8، واهلها راحوا بلغوا بالبحث عنها، تم رصدها في منطقة الحسين، وبعدين وصلوا لها في شرم الشيخ مع احد الاصدقاء. فتاة اخرى كانت قاعدة في بيتها واتفاجئت بصورتها منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة مكتوب عليها انها متغيبة، والفتاة ولا متغيبة ولا حاجة. الفتاة التالتة تغيبت يوم امبارح، وكانت المفروض رايحة درس خصوصي واختفت ما رجعتش. سابت شنطتها وذهبها في احدى الكافيتريات واختفت. في الاخر تم التواصل اليها النهارده في منطقه البيطاش في اسكندريه. يعني بس انا عايزه اقول لحضراتكم يعني بلاش ننساق ورا الشائعات. معايا استاذه نورهان. نورهان دي اللي حكيت لكم عليها، انها كانت قاعده في بيتها في امان الله، لقت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي انها متغيبه. يا نورهان، انت متغيبه ولا ايه يا نورهان؟ لا خالص، مش متغيبه خالص. انت فين يا نورهان؟ انا في بيتي والله، ما نزلتش من البيت خالص بقالي اكتر من اسبوعين كمان. ما نزلتش يعني من اسكندريه يعني؟ اه. طب ليه الاشاعات دي طالعه في اسكندريه؟
لا هو انا مش عارفه لغايه دلوقتي والله مين اللي عمل كده. انا فجاه كنت قاعده في بيتي لقيت اهلي وقرايبي واصحابي كلهم بيكلموني بيقولوا لي انت فين، انت متغيبه، في صورك نازله على صفحات على الفيسبوك، بيكلموني وبيقولوا لي ان انت متغيبه. انا فتحت لقيت الفيسبوك كله مقلوب وبيقول ان انا متغيبه وانا ما اعرفش اي حاجه من دي اصلا، ولا حتى نزلت من البيت ولا حتى بدات دروس علشان يكتبوا كده. يعني طب الصوره دي يعني انت بتقولي مش عارفه مين اللي نزلها، بس يعني ما فيش في دماغك اي حد مين ده اللي خد صورتك وجابها؟ طب الصور دي كان موجوده مثلا عندك على الفيسبوك، خدوا من صورك اللي على الفيسبوك؟ دي كانت صوره البروفايل بتاعتي، دي كانت صوره البروفايل بتاعتي وحد سرقها وكتب كده عليها. ولغايه دلوقتي لسه مش عارفين. والداخليه اتدخلت ولقيت ناس جايه لي من المديريه ضباط وجم عملوا محضر في العمل كده ولغايه دلوقتي بيدوروا عليه. وبصراحه يعني الداخليه كل شويه كانت بتكلمني وبتطمن وجولي البيت وتاكدوا ان انا موجوده يعني، ولغايه دلوقتي بندور على اللي عمل كده ومش عارفين هو فين. انا يعني عارفه مستغربه بشده، هو واضح ان الموضوع وراه حد عاوز يطلع اشاعه انه في اسلوب جديد في اسكندريه وهو اسلوب خطف لفتيات، نوع من انواع رايه وسكينه جديده يعني. لا هو حضرتك ما فيش اي حاجه في اسكندريه يعني وعادي وما فيش اي حاجه والله، انا حتى ما نزلتش من البيت، هم كمان كاتبين ان انا بدات دروس وكنت نازله ورايحه درس عشان كده تغيبت، انا حتى ما بداتش ولا درس ولا نزلت من بيتي اصلا. بس ده يعني انت بخير يا نورهان؟ ولا أيوة اتخطفتي ولا حد ولا جه جنبك ولا انت متغيبه وقاعده في البيت في امان الله؟ لا والله انا كويسه جدا والحمد لله قاعده مع اهلي وما فيش اي حد اي حاجه من دي حصلت. طيب اشكرك يا نورهان، شكرا جزيلا. بينضم لي اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائيه. اهلا بحضرتك سياده اللواء. ويعني هل يعني ده أسلوب جديد لعمل مثلا بلبلة أو نشر شائعات وقائع اختطاف مغلوطة؟ يعني نورهان قاعدة في بيتها تلاقي سارقين صورة البروفايل بيكتشر بتاعتها بتاعت الفيسبوك محطوطة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنه تم اختطافها. سيادة اللواء حضرتك سامعني؟ طيب واضح ان هو مش سامعنا. سياده اللواء حضرتك معايا؟ الو. سياده اللواء رفعت عبد الحميد اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهره. اهلا بحضرتك، بس صوت حضرتك واطي خالص مش سامع. طب انا هحاول، انا صوتي عالي جدا، هحاول اعلي صوتي اكتر شويه علشان حضرتك تسمعه. كنت بسال ألو؟ حضرتك يا سياده اللواء حضرتك سامعني؟ لا صوت واطي جدا جدا جدا. طب انا هطلب حضرتك مره ثانيه لانه انا صوتي فعلا عالي. طيب اتفضلي، انا سمعتك كده، انا سمعتك كده. طيب اهلا بحضرتك سياده اللواء، وكنت بكلم احدى فتيات مدينه الاسكندريه نورهان اللي قالت انه اتسرقت صورتها من على الفيسبوك، البروفايل بيكتشر بتاعتها اللي على الفيسبوك، واتحطت انها فتاه مخطوفه او انها فتاه متغيبه وهي قاعده في بيتها، مفيش كلام من ده. هل ده نوع جديد من محاولة نشر شائعات من أجل إثارة بلبلة؟ وليه في الوقت ده بيبدأ يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مدينة الإسكندرية بالذات إنه في فتيات تمام مخطوفات؟ تمام. طبعا هوضح لحضرتك وأطمن حضرتك، فتيات إسكندرية ومصر كلهم بسم الله ما شاء الله أقوى من الرجال. عاوز افكر حضرتك بما اعلنه السيد الرئيس السيسي في احدى خطاباته، وقال الحرب القادمه حرب معلومات. ما حدث اليوم وبالامس وما نشر عن فتاه الاسكندريه وهي كلمت حضرتك فورا يسمى علميا ارهابا معنويا للعامه وفي البيوت. انا اقيم في الاسكندريه بقالي 64 سنه. انا تابعت الموضوع باهتمام جدا 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 جدا، واول واحد حللته صح وقلت هذه الادعاءات كاذبه ومفبركه، لا لشيء لم يحدث في تاريخ مصر حتى الان ما يسمى بالخطف الجماعي للاناث. اصل الناس قالوا رايه وسكينه رجعوا تاني.
نعم يا فندم. الناس قالت رايا وسكينه رجعوا تاني في اسكندريه. تمام، هم ما عاشوش رايا وسكينه ولا افتكروا رايا وسكينه سنه 21. رايا وسكينه ما كانوش بيخطفوا السيدات من المصيف، لا كانوا بيخطفوها من زنقه الستات عشان يقلعوهم الذهب. لعلم حضرتك اسكندريه كل ما اصل في واحده من الفتيات سابت ذهبها وشنطتها في احد المقاهي في اسكندريه وخرجت مع صديقها. تمام، ما هي كتر خيرها متبرعه يعني لينا يعني. انما احب اطمن حضرتك، احنا عندنا في اسكندريه سنويا 5 مليون مصطاف تستقبلهم الاسكندريه، هذا بخلاف الساحل الشمالي. لم يحدث في تاريخ الامن العام المصري في الاسكندريه او المصايف عمليه اختطاف او احتجاز او ما شابه ذلك، خاصه واطمن حضرتك النهاردة وزارة الداخلية المصرية بعت تعزيزات أمنية منذ شهر 5 يونيو 2016، وكل عام تسمى التعزيزات أو الاستعداد للمصايف. المناطق اللي ادعوا فيها على الفيسبوك إن هي خطفت إحدى الفتيات في منطقة وادي القمر، منطقة وادي القمر دي بنقول عليها في اسكندرية مجمع شركات البترول، فيها تمركزات، فيها كمائن، فيها حراسات ثابتة على قطاعات البترول ولا شركات البترول، فكيف تختطف من هذا؟ هذا أمر مرفوض. أفكر حضرتك برضو الموقع اللي عملته الفتيات من حوالي شهر كده بيقولوا فيه يعني هنفضح أسرار الشباب ثم رد عليهم الشباب. I know him and I know her. بس كده. هذا الأمر استكمالا لي، ولكن نحن اليوم تواجهنا حرب تسمى الإرهاب المعنوي، وهو أشد ضراوة وخطورة من الإرهاب الدموي. نعم الإرهاب الدموي لا يواجه، والإرهاب المعنوي في صورة بناتنا المحترمات أشد خطورة. أعجبني كثيرا من شباب مصر وشباب الأسكندرية وشابات الأسكندرية الذين قالوا لا تصدقوا هذا الكلام. أنا نشرت تحليلي صحيح على صفحتي النهاردة وامبارح وأول امبارح، وحمدت ربنا أن تحليلي طلع في محله. لا لي شيء النهاردة قد أكون مثلا في ضغوط منزلية أو عاطفية أو في سن مراهقة، ولكن هذا الأمر لم يحدث في اسكندرية أو في أي محافظة أن يكون هناك خطا جماعيا، خاصة وأن المدعين أنهم خطفوا تحدثوا الآن مع حضرتك وقالوا إحنا كنا في بيوتنا وصفحتنا اتسرقت. هذا الأمر ما أخطر مواقع التواصل الاجتماعي. الحروب بتبدأ بالتواصل الاجتماعي سواء كانت حرب اقتصادية أو حرب. تمام، يعني هل ده ممكن يكون نوع من أنواع شغل الأمن بقضايا أخرى فرعية؟ مظبوط، يعني هقول لحضرتك نعم انا مع حضرتك شغل الامن وتفتيت جهوده وتشتيت تفكيره في نقط ثانيه. النهارده حضرتك انزلي في اسكندريه في اي حته في شارع خالد بن الوليد، في ميامي، في سيدي بشر، في جليم، شوف الكثافه الامنيه اللي موجوده. مش هقول لحضرتك على الكورنيش، لا في الاعماق داخل البلاد، داخل الاحياء في اسكندريه. هذا الامر شغالين 24 ساعه، واحنا مش مكتفيين بالامن في اسكندريه بس، لا بوزاره الداخليه بعت تعزيزات مدربه على اقصى درجه من التدريب من كافه محافظات اللي هي ما فيهاش كثافه سكانيه كتير، ما فيهاش مصيف. تمام؟ هم منهم برضو يصيفوا ومنهم برضو يحافظوا على الامن، يعني ما فيش مشكله. فهذا الموضوع وبقول لحضرتك تاني سيحدث يعني نفس الاشاعات الكاذبه قد تكون اقوى، ولكن علينا الا نهتز وعلينا ان نتمسك بالتصريحات الرسميه للجهات الرسميه للدوله. علينا ان نحترم البيانات التي تصدر من الاعلام المصري والمواقع المصريه ومؤسسات الدوله الرسميه، هيقولوا حصل او ما حصلش، حصل او ما حصلش. اشكرك شكرا جزيلا لواء رفعت عبد الحميد الخبير الامني. تنضم لي دكتوره هاله منصور استاذه علم الاجتماع. دكتوره هاله اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهره. وبدايه كده فكره انه بنت تدعي انها تم اختطافها. يعني طبعا اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. وفي الحقيقه واحده تدعي ان تم اختطافها او الناس خطوره وتقول ان تم اختطافها او بعض الناس بيتم اختطافها فعلا، كل دي حوادث بتحصل. لا وفي بنات قاعدين في البيت اتسرقت صور الفيسبوك من عندهم وادعوا انهم مخطوفين او انهم متغيبات. بالظبط كده. مساله الشائعات
نوع من انواع التهريج او نوع من انواع ارهاب الراي العام برضه في بعض احيان ببعض الحوادث الغير حقيقيه والمفتعله، فان الناس بتيجي تنشغل بامور كثيره جدا او ان الناس بتيجي تخاف او تتوتر على اولادها او ندي فرصه بقى اللي بيسوي بيه نفسه ان هو يخطف، انما الناس كلها بتتخطف اسمعنى انا متخطف فيخرج هو كمان ويخطف، كل دي حاجات غير سويه بتحصل. كل ده استخدام سيء للتكنولوجيا خصوصا على السوشيال ميديا، واللي احنا كل واحد اي ساعه بيبتدي يروج لها بيشوف اي صوره يبتدي ينشرها. لكن ده ما يمنعش ان احنا عندنا برضو بعض السلبيات في الشارع، عندنا بعض الحوادث فعلا الحقيقيه ربما تكون قليله في عمليات الخطف سواء للاطفال او لبعض الناس. فهنا بنقول ان احنا لازم نعالج الظاهره بكل ابعادها. اول حاجه ان احنا نتوخى الحذر في ان احنا نصدق اي حاجه على السوشيال ميديا من غير ما نتاكد منها. نعم. وما ننشرش اي حاجه لمجرد الناس، ما نساعدش على ترويج اشاعات. احنا ما نبقاش احنا عامل مساعد. بالظبط، نبقى احنا ادوات لنشر الاشاعه. الحاجه نمره 2 بنقول ان احنا ناخد حذرنا على اولادنا في الشارع او في السوبر ماركت او في اي مكان، لازم نبقى عنينا على اولادنا ونبقى واخدين بالنا كويس قوي عشان ما يتعرضوش لحوادث خطر. بالنسبه للبنات ما يخرجوش في توقيت في وقت من الليل مش مظبوط او في اماكن ما فيهاش حركه كتير وبتخرج لوحدها، برضو بتعرض نفسها انها تتخطف او تتعرض لمشكله. طب دكتوره احنا عاوز اروح لجانب تاني، بس انا عايزه اروح ايه اللي بيخلي بنت تدعي اختطافها، يعني بنت تتغيب عن اسرتها وتعمل نفسها مخطوفه. بصي ده اللي هو اداره الازمه بالازمه. ان في ازمه ان هي عايزه تخرج مع بتحبه وعايزه خرق خرقي يعني. وفي بنت اهلها عاوزين يجوزوها غصب عنها. اه برضه. غابت عن البيت فتره فعايزه تبرر ده بازمه، يعني دي ولدت لها ازمه ان هي عايزه ترجع بقى او عايزه تزاوج عمليه ان هي غابت الفتره السبب ده اتخطفت، بحيث ان هم يقولوا لها طب الحمد لله ان انت رجعتي يعني ان انت رجعت لنا مره ثانيه وخلاص. يعني الاسره هنا عليها جزء من المسؤوليه. اه طبعا، والبنت عليها جزء من المسؤوليه. المجتمع عليه جزء كبير جدا من المسؤوليه، ان احنا بقينا مجتمع مش متمسك قوي بعاداته وتقاليده واخلاقياته الصح يعني. بقى كل حاجه مباحه وكل حاجه مسموح بيها، وبقينا نقلد كل ما هو خارجي عنا بدرجه من ان هو ده التمدن وهي دي الحضاريه وهو ده الناس اللارج بيعملوا كده، وايه يعني لما البنت تخرج، ايه يعني لما تبات بره، ايه يعني لما تخرج في اي وقت. كل دي حاجات بدات ظواهر بدات تخترق المجتمع من الناس اللي هي متحرك يعني ما عندهاش اصول ثابته في تربيتها او في افكارها او في معتقداتها واخلاقياتها. اشكر حضرتك، شكرا. شكرا جزيلا دكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع. والنهاردة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أقرت سعر ضريبة القيمة المضافة 12% في مقابل 14% اللي كانت الحكومة مقدماه، وأنهت اللجنة النقاش حول القانون تمهيدا لطرحه أمام الجلسة العامة للموافقة عليه وتطبيقه. بتنضم لي هاتفيا النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة. سيادة النائبة أهلا بحضرتك معانا، وبداية القانون ده بالتأكيد هو بيثير جدل كبير بقاله فترة ولكن نحن في الطريق إلى إقراره. بداية تأثير إقرار هذا القانون على الأسعار. طب أهلا بيكي الأول. أنا طبعا كويس إن إحنا في اللجنة نزلت من 14% سعر الضريبة ل 12%، لكن أنا كان رأيي الشخصي وده أنا قدمته مكتوب إن أنا كنت عايزة 10%، ولو قلت لو زادت عن 10% أنا هرفض القانون كله. أوكي. وده كان سبب السبب اللي أنا بقول عليه، قلت إن هيحصل زيادة في الأسعار. وخلينا فقط ان احنا نكتفي بالاصلاح التشريعي في المرحلة دي، لان المرحلة اللي احنا فيها دي فيها زيادات جامدة قوي في الاسعار، اذا كان على مختلف النواحي يعني، اذا كان كهرباء، اذا كان مية، اذا كان فرق سعر العملة وارتفاعها بلاش فرق. فالناس تعبت، وكان رأيي ان المفروض ان احنا نكتفي بال10%
بتاعه الضريبه الجديده، لان هي قريبه جدا من ضريبه المبيعات اللي هي دلوقتي 10%، فكان السعر مش هيفرق قوي في السوق، يعني ما كانش هيبقى قانون سبب في زياده الاسعار ساعتها. طيب الناس ليه رابطه بشده بين قانون القيمه المضافه وارتفاع الاسعار؟ يعني ليه القانون ده عامل القلق ده عند الناس؟ عشان النسبه بتاعه سعر الضريبه اللي هو كان 14%، كنت هترفعي من 10 ل 14، ان هو بدل المبيعات. دلوقتي انت هترفعي احسن حالا طبعا ل 12 فقط. تمام. لكن برضو هيفضل في فكره ال 2% في الاسعار زياده. وانا كنت شايفه انه احنا عندنا مشكله شويه في فكره ضبط الاسعار. مثلا يعني لو مثلا حد غلى بزياده، احنا كدوله او كحكومه، مش احنا يعني، الحكومه بتعمل ايه؟ طيب يعني هتقدر تعمل ايه، او هتقدر تاخد ايه الاجراء اللي تاخده غير كده؟ ال 2% ممكن يبقى بالنسبه لك، بالنسبه بالذات لمحدودي الدخل والحاجات اللي هم بيشتروها، هتترجم لقروش. تمام. طب القروش دي هتوصل معاكي لو حاجه بجنيه مثلا، هتزيد معاكي حاجه قروش بسيطه قوي، مثلا 5 قروش او حاجه، واحنا ما بنتعاملش قوي بالقروش عندنا، هتلاقي الحاجه تلقائيا زادت لجنيه وربع او جنيه ونص، فالزياده هتبقى كتيره، وهتبقى يعني بسبب فكره القروش دي. طيب امتى الجلسه العامه في البرلمان لاقرار هذا القانون؟ خلينا نقول لمناقشة هذا القانون، يعني فكرة إقراره دي معناه إن كل النواب موافقين عليه من دلوقتي. هو إيه الوضع دلوقتي بين النواب بشأن هذا القانون؟ الوضع يعني مش هقدر أقول لك الوضع، إحنا برضه 600 نايب، وما أقدرش أقول لك كل 600 نايب بيفكروا في إيه. الاتجاه ماشي لكن هو في جدل إيه؟ زي ما هو في الشارع في جدل برضه عندنا، لو هنقول بين النواب بين اثر القانون هيبقى شكله ايه، وهل هنتقبله دلوقتي في الفتره دي ولا مش هنتقبله. نعم. هل هو مهم، هل هو الاصلاح هو مهم، واصلاح تشريعي كويس وفي مواد كويسه، لكن انا يعني انا اعتراضي عليه فكره معلش الناس مش مستحمله زياده اكتر من كده. خلينا نثبت عن نسبه على الاقل نقدر نقيس نجاحنا، يعني نشوف القانون ده اثر فعلا اصلاح تشريعي مظبوط ولا لا. ما نغيرش في كل يعني ما نغيرش في كل الفاريبلز او الحاجات اللي يعني نقدر نقيس عليها مختلفه مره واحده. نغير مثلا احنا بنعمل اتساع افقي، بندخل خدمات، بندخل سلع مختلفه، خلاص نجرب ده الاول، وبعدين بعد ما نخلص ده نشوف لو محتاجين بعد كده نرفع، والسوق يعني انتظم وخلاص والناس قادره، واحنا محتاجين حاسين الحصيله محتاجينها زياده، ممكن بعد بقى فتره، بعد سنه، بعد اكتر، نشوف لو احنا ممكن نرفع السعر ولا لا. تمام. اشكرك شكرا جزيلا النائبه سيلفيا نبيل، عضو لجنه الخطه والموازنه. النهارده وزي يعني كل يوم اتنين بيكون معادنا مع فقره البروفايل، الفقره دي اللي احنا بنتوقف امامها مع شخصيه مصريه اصيله. النهارده بروفايل لمساء القاهره هيكون عن عالم مصري قالوا عنه انه قلب المانيا راسا على عقب، وصفوه بانه ابن محطب باني سكك الحديد في المانيا. هو المهندس هاني عازر اللي اختير ضمن اشهر 50 شخصية في المانيا بعد ما شيد محطة سكك حديد برلين، وده بالتحديد كان سنة 2006. وقتها حصلت هذه المحطة على جائزة محطة العام، سبقها تشييده نفق مترو دورتموند عام 1979. ارتبط اسمه بمشاريع النقل الكبرى والسكك الحديد في العالم، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات. انه المهندس هاني عازر المسؤول عن مشروع محطة قطارات برلين
الذي يعد من أضخم المشروعات في العالم. ولد عازر عام 1949 بطنطا، وتخرج في الثانوية العامة بنسبة 87.5%. بعدها سافر إلى ألمانيا كي يستكمل دراسته للهندسة المدنية في بوخوم، وكان يعمل ليلا كي يدبر نفقات دراسته. وبعد تخرجه عمل الفرعون المصري بالهندسة في ألمانيا، وأصبح أحد أهم مهندسي الإنشاءات في برلين، حيث قام بتشييد نفق مترو دورتموند عام 1979، كما ترأس فريق بناء نفق ترجرتن أسفل برلين. ثم أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا، وهي محطة ليرتربنهوف، وكرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوسام الجمهورية الألمانية في افتتاح محطة برلين للقطارات لمجهوده وخدمة الدولة الألمانية. ثم كرمه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. طبعا بتفيد، لان هي يعني المفترض ان هي وجودها في مصر بيعد كوادر جديده، واحنا في مصر بنفتقد للخبرات وللصف الثاني والثالث. نتمنى ان يكون في كوادر كبيره زي المهندس هاني عازر. يعني تواجدك وسط المصريين وسط بلدك واهلك ومشروعاتك الجباره وافكارك القويه ديك هتساعد في بناء بنيه تحتيه قويه جدا للمصريين. احنا محتاجينك في الوقت ده، لان مصر كلها محتاجه انها تتكاتف، وبنقول لك يلا اعمل لشعب مصر زي مجدي يعقوب، وانت قادر ان انت تضيف بصمة جديدة لاخواتك في مصر. يا رب مصر كمان تستفاد منه، من خبرات اللي هو خدها يعني هو خدم المانيا، احنا مش عارفين نستفاد منه ازاي. خبرته اللي هو عملها في المانيا المفروض ان هي تعود علينا احنا هنا، يعني المفروض ان التطور اللي هو عمله في المانيا والكباري والانفاق اللي عملها في المانيا المفروض ان يبقى عندنا زيها هنا. وهو حتى بخبرته يجي وعندنا انا منشئ اكفاء كتير، ممكن هو يساهم معهم او يعرفهم الطريق ازاي ويشتغل معهم. ووصل به الامر الى ان اختير ضمن اشهر 50 شخصية في المانيا، بعدما شهد محطة سكك حديد برلين عام 2006 التي حصلت انذاك على جائزة محطة العام. محمد جمال، مساء القاهرة، تين تي في. صحيفة ديمارك الاقتصادية الإسرائيلية كذبت التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي، واللي زعم فيها أنه مصر هتستورد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من خلال حقولها في البحر المتوسط، وده بواسطة إبرام عقود للاتفاق بين القاهرة وتل أبيب. أكدت الصحيفة أنه مصر هيصبح إنتاجها بحلول عام 2020 حوالي 75 مليار متر مكعب، يعني الانتاج المصري من الغاز هيغطي احتياجاتها الداخلية، وايضا هتقدر تقوم مصر بتصدير الفائض من الغاز. معايا على التليفون دكتور جمال الأيوبي، استاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور جمال اهلا بحضرتك معانا، وبداية هل فعلا مصر هتستورد غاز من اسرائيل؟ مساء الخير عليكي. اهلا بحضرتك انجي. وطبعا يعني مش بتهيألي كان التصريح واضح جدا من السيد وزير البترول يمكن اول امبارح، كان كلام واضح جدا بالنسبه لاستراتيجيه الغاز المصري بالنسبه للتوقيت الحالي، وايضا بالنسبه ل 2017 2018 لغايه 2020. يمكن التصريح كان واضح ومن ارقام واضحه ان الدوله المصريه الان قادره على ان هي توفر 4.1 مليار قدم مكعب غاز يومي، وبنتكلم على ان ما تحتاجه البلد حوالي 5.1، يعني بنتكلم 4 مليار تستطيع البنية المتاحة الان من ابار ومن امكانيات انتاجها وتكفي نقطة الكهرباء. نقطة رقم 2، احنا بنستورد حيز المليار قدم مكعب غاز، وبالتالي احنا بنتكلم في ان الامكانيات للدوله المصريه على قدم وساق. يمكن كان تصريح السيد الوزير برضو اللي فتت الدوله في خلال 2017 من خلال ضخ حوالي 700 قدم مكعب غاز يومي، سوف يكون في اكتوبر القادم من خلال
حقول شواطئ البحر المتوسط، وايضا الربع الثالث من 2017 الاكتشاف بتاع حقل الشروق او حقل الظهر. نعم. سوف يكون حيز حوالي 1.9 بتالي مليار قدم مكعب غاز يوم. بتالي كل الارقام دي ارقام واضحه جدا. اما ما يقال من التصريح لوزير الطاقه يوفيل شاتنيس، هو يمكن كان هناك انت عارفه هناك كثير من الترقبات، يمكن كان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كان هناك له تصريح غريب جدا. هذا التصريح كان في 2011 شهر مايو، وانه قال علنا انه سوف ياتي يوم سوف تذهب مصر لاستيراد الغاز الاسرائيلي عما قريب. ويمكن كان هناك فقره كبيره جدا لدينا في نقص امدادات الغاز، بنتكلم في 2012 وفي الربع الثاني من 2013، ولكن انا بتكلم على ان هناك كانت خطوات حثيثه ودقيقه جدا في عمل من خلال رحلات القادة السياسية إلى كل من روسيا وأيضا الجزائر لإيجاد بدائل الدعم منظومة الكهرباء من خلال استيراد الغاز، وتم عقد صفقة واضحة مع شركة غاز بروم لدعم الاقتصاد المصري في خلال 5 سنوات بسبع صفقات سنوية من الغاز الطبيعي لدعم المنظومة واحتياج السوق المصرية من المليار قدم مكعب غاز يومي. بالتالي كان هناك خطوات احترازية لحين ما تقدر تعيد منظومة البنية التحتية الغاز مرة تانية. وبالتالي ذهبت مصر إلى عمليات الاكتشافات الاقتصادية، فدخل لنا في الربع الأولاني من 2015 اكتشاف حقل الظهر العملاق باحتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب. دخل لنا برضو الاكتشاف الحديث لمنطقة نورس القريبة من شواطئ البحر المتوسط وندوكو باحتياطيات 5 تريليون. بنتكلم كان الاحتياطي المصري المقدر كان حوالي 69 تريليون قدم مكعب. بنتكلم النهاردة احنا الاحتياطي بتاعنا وصل بعد هذه الاكتشافات للمتوسط يعدي 100 مليار تريليون قدم مكعب، وبالتالي دخلت مصر في منظومة الترتيب العالمي. نرجع بقى لماذا إسرائيل تريد أن تعطي هذه التصريحات لكثير من الأقوال. رقم واحد، الآن لدى إسرائيل 5 حقول، هذه الحقول اللي تم اكتشافها قريبة من حقل إفرودوت القبرصي وحقل ليفاسان، الاحتياطيات التي تم تقييمها لهذا الحقل ويعتبر ثاني احتياطي موجود في حوض البحر المتوسط بعد الاكتشاف المصري، بنتكلم في حيز 13 تريليون قدم مكعب. بنتكلم على ان كمان حقل افرودوت القبرصي في حيز 5 تريليون. يمكن كان هناك كثير من المفاوضات بين اسرائيل مباشره مع قبرص في 2012 الربع الاولاني من 2013 على ان يكون هناك نوع من ربط قبرص مع بالحقول الإسرائيلية، ثم استقبال هذا الغاز في الأراضي القبرصية، ثم مد الخط لخط قبرصي إسرائيلي يذهب إلى أوروبا. يمكن التقييم المبدئي لهذا المشروع تكلفته باهظة جدا قد تصل إلى أكثر من 10 مليار دولار، يحتاج هذا المشروع إلى حوالي 5 سنوات متوالية. يمكن كان أحد الحلول اللي هي السريعة والتي تستطيع ان هذا الغاز يصل الى او يباع كانت هي البنية التحتية المصرية، لان مصر لديها الخطوط من البنية التحتية من خطوط الغاز للغاز في حالة غازية وايضا لمصانع الاسالة. اذا كمان الموقع الاستراتيجي لخطوط هذا الغاز القريبة من كل من مناطق الأردن وكذلك الامتدادات المستقبلية حتى تصل إلى عمق أوروبا. إذا كل هذه البنية التحتية كان هناك أمال من الجانب الإسرائيلي وأيضا كثير من الاكتشافات لدى الجانب القبرصي في أن البنية التحتية المصرية من أرصفة بحرية في عمق المياه الإقليمية المصرية إلى المياه الاقتصادية هي أقرب نقطة لهذه الحقول، وهي تصل إلى حوالي 38 ميل بحري. هذه النقاط يمكن تجميعها ومدها من خلال هذه الخطوط، وبالتالي كان هناك أمال كبيرة جدا من دولة إسرائيل في أن يكون هناك نوع من التعاون لبيع الغاز الإسرائيلي. لكن بناء على هذه الأمال يستطيع وزير الطاقة الإسرائيلي أنه يدلي تصريح أنه مصر هتستورد الغاز الطبيعي من إسرائيل بناء على أمال؟ خليني واقعي معك، لغة المصالح بتكون واضحة. احنا لسنا محتاجين إلى الغاز الإسرائيلي، لأن زي ما قلت لك
خطه القياده السياسيه كانت حكيمه وبخطه ثابته ومتزنه، ادت الى ان احنا في وقت قصير جدا يكون لدينا في اقل ان شاء الله 2017 وبدايه 2018 طبقا لتصريح سيد وزير البترول، تصريح الحكيم بتاع اول امبارح ده بنقول فيه ان الدوله المصريه سوف تكون قادره ان يكون لديها 7 مليار ادم مكعب غاز، لان التصريح حتى بتاع جريده الدي مارك الاقتصاديه اللي انت حضرتك اعلنت عنها حتى الارقام قريبه كثيره جدا للارقام اللي هي صادره من وزير البترول اول امبارح. يعني احنا بنتكلم على ان سوف يكون في 2018 ان شاء الله الحيز ال 75 مليار ادم مكعب غاز سنوي بمتوسط استهلاك لمصر يومي سوف يصل الى حيز 7 مليار، اي لدينا القدره على دعم امدادات الكهرباء، لدينا القدره ان شاء الله على دعم ومنظومه دعم الوقود للمنازل، ايضا البتروكيماويات ومنها اللي احنا او اللي تم افتتاحه من الخطه الحكيمه لانتاج مصانع عاليه التكنولوجيا تستطيع ان تضيف الى الدخل القومي قيمة مضافة عالية. اذا ضيف عليها برضو النقطة رقم 3 ان احتياج الدولة المصرية سوف يكون في 2018 قد انتهى تماما او 2017 قد انتهى تماما عفوا، ثم يكون 2018 بداية تصدير الغاز المصري وبيع الغاز المصري عبر الشبكة القوية للبنية التحتية المصرية. طيب اشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال الأيوبي استاذ هندسة البترول والطاقة، واللي نفى تماما انه مصر هتستورد اي غاز من اسرائيل، واكد المعلومة اللي ذكرتها الصحيفة الاسرائيلية انه مصر هيصبح انتاجها بحلول عام 2020 حوالي 75 مليار متر مكعب، يعني الانتاج المصري هيغطي الاحتياجات الداخلية في مصر وايضا يكون لديها فائض للتصدير للخارج. طيب النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30 تحت قبة البرلمان قال انه الائتلاف بيرى انه قرض صندوق النقد الدولي هيحمل البسطاء من المواطنين المزيد من الاعباء، وانه بيقف امام تحقيق العدالة الاجتماعية، وانه على الحكومة ان تعلن الشروط اللي الصندوق طلبها وانها تتعامل بشفافية مع المواطنين. واكد خالد ان التكتل عرض 4 بدائل للحكومة عن اللجوء للاقتراض لصندوق النقد، وان وزير المالية وعد بدراستها ولكن دون جدوى. طيب ينضم لي النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب. سيادة النائب، ايه هي البدائل اللي بتقدموها للحكومة؟ طب الأول مساء الخير عليك يا استاذ كل المشاهدين. في البدايه طبعا احنا فاهمين تكتل الازمه الاقتصاديه التي تمر بها البلاد. هذه الازمه بتجتاح مش مصر بس لكن العالم كله، ولكن كل العالم او حكومات العالم بتحاول توضع خطه للنهوض بالاقتصاد اللي هي فيه. لكن اللي احنا شايفينه في الحكومه المصريه ان لا توجد خطه لمواجهه هذا الامر، وان هذه الخطه بدايه من بين الحكومه حتى الان احنا شايفين ان ما فيش منها اي جدوى او رؤيه حوالين الاصلاح الاقتصادي. احنا شايفين ان الموضوع مجرد جبايه على الشعب المصري حوالين بعض الحاجات اللي هم رفعوا. الموضوع مجرد جبايه على الشعب المصري؟ ايوه بالظبط كده. ازاي؟ على الشعب المصري. ازاي؟ من الحكومه او من وزاره وزاره الماليه، ان من خلال بعض الحاجات اللي هي بتحاول تجيب منها مصادر تمويل لسد عجز الموازنه او الموازنه نفسها، زي مثلا ان هي مثلا بنت القيمه المضافه اللي حاولت تعملها، بعض رفع الدعم عن بعض السلع اللي كانت موجوده تدريجيا، بعض الامور الخاصه كمان اللي بتمس المواطن المصري، والمحاوله مثلا زي قانون الخدمه المدنيه تحاول لتقليل المرتبات بالنسبه للعاملين المدنيين بالدوله او غيرها او غيرها. هذا الامر ادى الى افقار الشعب المصري، او ان في جزء كبير جدا من قطاع عريض جدا من الشعب المصري من الفقراء بتاع مصر ابتدوا ان هم يعانوا ويضجوا من ازمه ارتفاع حتى الدولار او غيرها. طب ايه البدائل الاربعه اللي انتم طرحتوها في تكتل 25-30؟ انا كنت اولا في حاجه اسمها دلوقتي دمج القطاع الاقتصادي الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، ودي ازمه مصر حاليا انك انت عايزه تدمج القطاع هذا القطاع العريض اللي بيمثل تقريبا فوق ال 90% من هذا الاقتصاد،
ما بيدفعش عليه نوع من اي ضرائب او غيرها او غيرها من بعض الحاجات، بالعكس ده هي كمان بتؤدي الى هروب بعض المستثمرين من الضرائب او اللي هو اصحاب المصانع الكبيره، لان في جزء منها بيصنعوا لها تصنيعات تصنيع خاص في اجزاء من اللي بتوعها المصانع الكبيره. احنا قدمنا بديل لوزير الماليه، وهو ان شايفين كمان ان السلع التجاريه عشان تقدر تضبط السوق المصري وتضبط السلع كمان، احنا قدمنا حاجه اسمها الترخيص بالاخطار. الترخيص بالاخطار الحكومه عاوزه فقط، قالت ان هي تاخد جزء منه وتعمله في الصناعه فقط اللي هي الترخيص الصناعيه. واحنا قلنا لا، كمان التراخيص التجاريه محلات تجاريه، وانا بدعي او انا بقول او يعني ده الشواهد اللي موجوده في مصر ان 97 من المحلات التجاريه في مصر مش مرخصه، فبالتالي ده هيضر مليارات المليارات، يعني تعدي التريليون لما تيجي تعمل ترخيص بالاخطار. الفساد موجود في الاحياء، ما حدش عاوز يروح يرخص، فبالتالي انت بتدعي ورقك وتاخدي رخصه وعلينا هو يكمل لك بريد ترخيصك. انا بقول ان هذا الامر هيجلب اموال كثيره جدا، هيؤدي الى كمان انتعاش في كمان انك انت هيبقى في مسك فواتير في قلب المحلات التجاريه وغيرها وغيرها، وكمان هيؤدي كمان ان العمالة اللي عند الناس دي هتبقى مكشوفه ونقدر نامن عليها وغيرها وغيرها. ده اسمه الترخيص بالاخطار، ده جزء بديل موجود. التصالح في تاني حاجه كان موضوع التصالح في المساكن البنت بالمخالفات مع وجود بعض الضوابط على الحاجات دي، واحنا بنقول ان ده برضه يعني قيل ان حوالي مثلا تعدي 480 مليار التصالح في المباني الخاصه، وهم بالعكس كمان هم كمان هذه المباني احنا شايفين كمان ان هي بتاخد ميه وكهرباء وغيرها من بدون اي رقابه عليها، فبالتالي ده بتاخد جزء من الدعم، فبالتالي احنا بنقول ادي ملحوظه. برضه في مشكله كمان ان احنا بنتكلم عنها ثلاث حاجه، اللي هو موضوع الاراضي المستوله عليها في مصر، والاراضي المستوله عليها في مصر دي موجوده من عروض من السبعينات حتى الان، ودي تقدر بمليارات المليارات اللي موجوده، ومنهم حتى ان احنا خدنا دعوه هقدم فيها بيان عاجل اللي هو الاستيلاء على اراضي السكه الحديد، دي بتؤدي الى جميع يعني فيها مليارات، وده عايز رقابه. وبعدين حتى موضوع اللجنه اللي طلعت برئاسه محلب في هذا الموضوع، في الاخر قدمت تقرير بدون ان هي يكون عندها صلاحيات تحويل الى النيابه العامه او غيرها، زي مثلا طريق اسكندريه الصحراوي وغيرها وغيرها وغيرها. ادي بديل ثالث احنا كنا طرحينه، طرحين بديل ان حوالين ان تقنين العماله المصريه الخارج اللي في الخارج، وده يعني ده مشروع بقى تقنين العماله المصريه في الخارج؟ ايوه يعني ايه؟ بمعنى ان اي حد مسافر لازم ابقى عندي داتا موجوده من خلال اي عامل بيسافر الى الخارج، يكون الطرف الثالث اللي يمضي على الورق بتاعه هو وزاره القوى العامله. ده كان موجود زمان، دلوقتي بقاش موجود، احنا محتاجين نعيده تاني، ان لو انت لو اي حد عاوز يسافر، وده هيضر كمان مليارات لمصر، انك انت كمان هتجيب الاموال اللي موجوده من الخارج بالعمله الصعبه، لان في الحاله دي انت بتعملي صندوق موجود في التعاقد ان العماله تحول عليها اموالها من الخارج، وده كان المقترح. هو كان من زمان كان في حاجه اسمها زي تصريح عمل الأصفر. ايوه بالظبط كده، كان اسمه الكارت الاصفر، ده اتمنع وما اعرفش ليه، وانت كمان على الاقل حتى قانوني عملتك كمان في الخارج وتبقى عارفه عندك وزاره الخارجيه. لا، الكارت الاصفر ده كان للموظفين اللي بيشتغلوا في وزارات معينه. لا بس قصدي موجود للموظفين، احنا بنقول بقى لكل العماله اللي بتخرج في الخارج. تقنين للعماله، انا بيبقى عندي حتى موضوع امن قومي بالنسبه لي، في الاخر انا في الاخر يكون اي عامل يبقى في عنده مشكله في الخارج تبقى وزاره القوى العامله عندها معلومه، هي واللي هي وزاره الهجره، فبالتالي تتحرك حتى بسرعه لانقاذها لعامل في اي مأزق او غيره، وتقدم ايد العون، وفي الاخر حتى دوا بيضر اموال كثيره جدا لما انت يبقى عندك حساب خاص موجود ان العامل يحول عليه بعض الاموال اللي هو بيقضاها هناك، فده التحويل المباشر بدون ان هم في الخارج. ده احنا زي ما احنا عارفين ان بيتم حاليا التحويلات بطريقه مخالفه، بس اعتقد تصريح العمل ما اتلغاش، تصريح العمل غير الكارت الاصفر، الكارت الاصفر هو اللي اتلغى، والكارت الاصفر كان لبعض الموظفين في بعض الوزارات. مش تصريح عمل، لكن في معظم العمل اللي بتطلع ما بتعملش تصريح عمل وبتطلع كده، يعني بيبقى جزء منها كده، انت عايزه تبقى انت موجوده طرف ثالث في هذا الامر، وده لازم يتحط في ضوابط وقرارات وقوانين تبقى موجوده على الاقل حتى تكشف العمل اللي عندك في العالم قد ايه اللي موجوده بره مصر، ولو حصل اي مشكله تقدر يبقى انت من خلال تقنين وضع العقد المبرم
ما بين هذا العامل والجهه اللي بيطلعها او الشخص اللي بيطلعه ووزاره القوى العامله تبقى ضمه ثالث، فبالتالي تبقى هذه العماله حتى بتشتغل بطريقه مقننه بالنسبه لك. هذه اكبر حاجات احنا طرحناهم. بيدوا مليارات المليارات للشعب المصري. اخر حاجه انا طرحتها حاجه اسمها خمسه كمان، قلت له في حاجه اسمها التسجيل العقاري. التسجيل العقاري؟ ايوه. بمعنى ايه؟ التسجيل العقاري حضرتك ان جميع الشقق والمباني السكنيه وغيرها في مصر ما فيش اي نوع من التسجيل فيها. حضرتك انت عندك تسجيل حد مسجل شقته؟ ما فيش تسجيل. في اماكن ما فيهاش اساسا، في اماكن حتى لو حاولت ما فيهاش. ايوه هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه. ده اللي بنتكلم عنه التسجيل. يعني قصدك انه يدفع رسوم التسجيل، انه يروح يسجل العقار اللي هو بيمتلكه ويدفع رسوم التسجيل. والشقه اللي بيمتلكها والمحل اللي بيمتلكه وغيره، هو يدفع رسوم التسجيل، ده بيقدر بحوالي يعني في داتا اتعملت فيه ب 3 تريليون. طب سياده النائب، يعني انت معترض على القرض بتاع صندوق النقد علشان بتقول انه هيعمل اعباء على المواطن. طب ما هو برضو كل النقط الخمسه اللي انت اتكلمت عليها تقريبا منهم اربعه ما فيش حاجه على فلوس من المواطن. يعني انا عايز اعرف المواطن، يعني احنا لو هتتكلم عن انا وحاجه فيهم بالظبط. بتكلم يعني على التسجيل العقاري، بتكلم عن العماله في الخارج. على المواطن بالعكس. المواطن هيبقى سعيد انه مسجل عقار او مسجل الشقه اللي هو موجود فيها، ويبقى ده شيء مقنن بالنسبه له للنزاعات القضائيه، فبالتالي هو قاعد حتى في هذه الشقه ما غير مسجله. اسالي اي حد يقول لك لا انا هو هسجل واسع. بس لما الهدف يكون جمع الفلوس المواطن ممكن ما يروحش يسجل. لا 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 ده مش حقيقه على فكره. ولكن انت عارفه ان الوضع كان، او مثلا المحلات التجاريه ده مش هيبقى على المواطن، ان المحل في الاخر يبقى مقنن. ويبقى موجود انه حتى المحلات التجاريه بالنسبه للترخيص انه يبقى مرخص، يبقى ده شيء مهم جدا على الاقل حتى في الضرايب. واحنا انت عايز تنشئ دوله. انشاء الدوله لازم على سبل قانونيه. تمام. كله يتساوى في كل شيء. طب سياده النائب خليك معايا، بتنضم لي دكتوره بسنت فهمي عضو اللجنه الاقتصاديه في البرلمان. دكتوره بسنت، النائب خالد عبد العزيز شعبان طرح وجهه نظر تكتل 25-30 برفضهم لقرض صندوق النقد الدولي، وطرحوا اربع او ربما خمس بدائل كاقتراح بديلا عن اموال صندوق النقد الدولي. انا عارفه ان حضرتك كنت معانا سامعه هذه الاقتراحات، حضرتك شايفاها ازاي؟ الاقتراحات كلها ممتازه، هي القرار هنا عايزه تحلي مشكلتك دي من 3-5 سنين ولا عايزه تحليها ما بين 20-25 سنة؟ اذا انت عايزه تحلي 3-5 سنين لها طريقه. واذا حضرتك عاوزه تطولي شويه ومستعده تستحملي وتتقشفي وشعبي يعني يتحمل مصاريف التقشف ده كله ممكن برضه، يعني مش شرط انك تاخدي القرض. يعني انا عايزه اقول لحضرتك القرض لسه على فكره مش مضمون. القرض فيه شرط اساسي ناس كتيره مش واخده بالها منه، هو ده بقى اللي شرط، ان يؤمن قبل ما الصندوق يدفع لمصر المبلغ اللي اتفق عليه نكون احنا امننا 6 مليار دولار من جهات اخرى. يعني مش معنى ان جم وقعدوا ناقشونا ان الموضوع انتهى، لا ما انتهاش. هو لسه هيروح واشنطن وهيتناقش، بس كمان الصرف هيكون ده الشرط بقى. الحقيقه ده الشرط الوحيد، انك اذا انت عاوزه تاخدي المبلغ ده لازم توفري من مصادر اخرى 6 مليار دولار. المصادر الاخرى دي بموافقه الصندوق المبدئيه ممكن تبقى سهله. لكن ممكن احنا نيجي نقول مش عايزين الصندوق، حقنا، ما احنا قبل كده رفضناه كذا مره، دي مش اول مره. ممكن نيجي نقول مش عاوزين الصندوق، ماشي. بس نبقى نطرح على الشعب بالظبط هنعمل ايه في فتره قد ايه، هو هيتحمل ايه واحنا هنتحمل ايه كلنا. خلي بالك اي مشكله لها حلول، ممكن حل متوسط الاجل وممكن حل طويل الاجل وممكن حل اطول. طيب. كمان لو عملنا الحلول انت تقدري تستحملي قد ايه؟ تمام. لو عملنا حلول تكتل 25-30 ده بتعتبريه حل ايه؟ الصندوق؟ بدون الصندوق. لا دي طويله الاجل. لكن ممتازه، يعني انت مش معنى انك طب اني احسن لنا نعمل حلول طويله الامل وممتازه ولا نعمل حلول سريعه؟ لا يعني مش معنى حضرتك، انا عاوز اقول للسياده النائب كل الكلام اللي قاله ده ممتاز ولازم يتامل. ومش معنى انك هتتفقي مع الصندوق انك ما تعمليش ده
لا الفلوس ده كل دي لازم تروح لخزينه الدوله، وفي حاجات ثانيه كتير ما ذكرهاش سياده النايب يمكن اسهل بكتير زي الصناديق الخاصه، في حاجات كتيره قوي. انما اللي اقصده انت عاوزه خطه من 3 لـ5 سنين والناس تحس، ولا احنا مستعدين نستحمل شويه كمان؟ هو ده قرار الشعب ده. لكن كده ممكن، لكن لو عملنا الاثنين مع بعض لازم تعمليهم. اصل كنت لو خدتي لو اتفقتي مع الصندوق ده مش هيوقف يوقف اللي قاله سياده النايب. نعم لازم. طب حضرتك مع ولا ضد القرض من صندوق النقد الدولي؟ افندم حضرتك بتؤيدي ان نقترض من صندوق النقد الدولي ولا انت معترضه؟ لا انا اؤيد حقيقه، بس طيب. اؤيد وانا شايفه انه كل اللي قاله سياده النايب ده لازم يتعمل. طيب. يعني الصندوق لما قال لك انت لازم تصلحي، طيب يعني ايه نصلحها؟ وكما ومحاكمه فساد هتنزل تحت الامبريلا دي كلها الكلام اللي قاله سياده النايب. طب اخد لازم بس تاخدي. نعم اخد كلمة أخيرة من سيادة النائب. دكتورة بسنت بتقول يعني انه الحلول اللي طرحتموها حلول ممتازة وجيدة ولكنها حلول طويلة الأمد، أننا نحتاج القرض وبجانبه هذه الحلول. طيب يعني أنا حتى يعني في أسوأ ظروف وبقول إن لو إحنا احتاجنا هذا القرض، وأنا يمكن بوجه السؤال ده للدكتورة بسنت فهمي، يعني رؤية الحكومة في ان القرض ده حتى لما هتاخد ان الحكومه هتاخده، هل في ان هو مجرد سد العجز الموازنه او سد ديون على الموازنه، ام ان هي المفترض تبقى عندها مشروعات تنمويه لاصلاح الوضع الاقتصادي في مصر من انتاج او صناعات او زراعه او غيرها، لان لازم استفيد، ام هو يبقى عبء على الاجيال القادمه وعبء على الفقراء بتوع مصر حوالين ان انا احول هذا القرض، واحنا عندنا بعض الكلام اللي بيتقال وده التخوف من القرض ان هيتم به سد عجز الموازنه او هيتم به عمل يعني سد بعض الديون اللي هي كانت موجوده اللي على مصر، ده هيسبب ازمه. انا اؤيد كلامك 100%، الاسبوع الجاي اللجنه الاقتصاديه عامله اجتماع مخصوص مع الحكومة عشان نعرف كل دولار هيخش هيروح فين. فإذا يعني كنتوا تحبوا تحضروا يا ريت. والدكتور لا هنحضر يا دكتورة، هنحضر يا دكتورة، هنحضر، لكن احنا كل تخوفنا برضه يا دكتورة من اني ما احنا شايفين، وانت حضرتك يمكن كان في كلام معاكي في المجلس قبل كده، ان احنا شايفين ان في خطورة من اي اعباء مالية تيجي من خلال قروض وما بيتمش توظيفها في الامر الممكن لتوظيفها بحيث انها تضر مبالغ فصيح منها ان احنا نسد عجز مواطنة او غيرها، ولكن احنا شايفين الموضوع اخدت قرض عشان ناكل ونشرب، لا عشان نستثمر ويجيب فلوس، انا دايما بقول كده، ويدفع اقساطه وفوائده اهلا وسهلا. ولذلك احنا الاسبوع الجاي عندنا اجتماع والكل هيخطر بيه ولازم تحضره. لازم ان شاء الله عشان تقولوا كل اللي انتوا عايزينه وتسمعوا هم هيعملوا ايه. تمام، اشكركم شكرا جزيلا. النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو مجلس النواب، والدكتوره بسنت فهمي عضو اللجنه الاقتصاديه في البرلمان. والحقيقه كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت عن تسريح الموظفين، وده نفته الحكومه بشده، لكن الجديد انه في اقتراحات بحصول الموظفين على مكافاه وترقيه والخروج على المعاش مبكرا. كاميرا مساء القاهرة استطلعت رأي المواطنين. والله انا لو عندي مشروع بره او عندي شغل تاني بره هيعوضني وافضل شغال اطلع معاش مبكر، انما انا اطلع معاش مبكر زي اللي طلعوا قبل كده وخد فلوس وراح جوز جوازه تانية، ولا راح اشترى عربيه وما بيعرفش يسوق ولبس في شجره، ولا القرشين اللي خدهم راح جوز بنته بيهم وقعد من غير شغل وندم ان هو طلع، لا، انما لو انا عندي شغله تانية اطلع معاش مبكر ما فيهاش حاجه. اكمل طبعا. لا لان المعاش الحكومه هيبقى قليل، مهما عملوا هو معاش قليل. احنا لحد دلوقتي مش عارفين نعيش بالمرتب بتاعهم. لما نطلع المعاش هناخد قرشين، كل واحد من العيال هياخد قرش، هيتبقى ايه؟ نشحن على باب السيده؟ كمل لغايه السن القانوني، لان انا عندي الطاقه اللي هقدمها في القطاع الخاص المفروض اقدمها وانا في الحكومه. موضوع ان هو يطلع معاش مبكر ديت هي يعني دي تختلف من جهه لجهه، هل الجهه اللي انا موجود فيها هقدر اقدم فيها
اللي انا قبل ما يجي سن المعاش هل اقدم فيها حاجه؟ ياخد المكافاه بتاعته يطلع افضل، لانه دلوقتي هو يعتبر موظف الحكومه عاهل على الكارير الاداري بتاع الدوله والميزانيه والحاجات دي كلها. فهو لو طلع دلوقتي معاش مبكر هيفضل، يعني هيخف العبء شويه. لا دي بتتوقف على حسب الوظيفه، في وظائف ممكن فيها فنيات او حاجه زي كده وليه فرص اكتر، ده هيفضل معاش مبكر. الموظفين الحكومه عامه طبعا بيفضلوا ان هم يستمروا اكتر، لان الواحد في سن الخمسين او الستين بيبقى لسه ما زال عنده طاقه كبيره، ودي هتبقى وابل عليه مش 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 منحه ليه بعد ما يطلع على المعاش. اعرف ناس كتيره من ضمنهم والدي وناس كتيره كان سن الستين بكامل صحته وكان يفضل ان هو يستمر عطاؤه للبلد يعني، ويحس بقينونته واهميته. لا طبعا احب ان انا اكمل للسن القانوني طبعا، وضد المعاش المبكر اصلا، الا اذا جد في اي ظروف بالنسبه للمراه تستدعي ان هي تطلع معاش مبكر اوكي، انما بالنسبه للمراه كعادي ما فيش اي ظروف لا طبعا لغايه السن القانوني، ويا ريت يبقى في بعد السن القانوني كمان. مش مستحب طبعا ان انا اطلع اخد معاش واطلع، لان يعني اللي خد على الشغل وعلى النزول وعلى الحياه في حد ذاته القعده بتموته يعني، فالشغل في حد ذاته حياه يعني، مش مستحب لا طبعا يعني. النهاردة في مساء القاهرة عندنا نقاشين، بعد الفاصل هيكون لنا لقاء مع ضحايا جدد، ضحايا لنصب من نوع جديد، نصب باسم الحج، نصب على حجاج بيت الله الحرام. هل ده ممكن يحصل؟ ومين اللي ممكن يعمل كده؟ لأننا الحقيقة في الفترة الأخيرة سمعنا وقرينا عن قضايا نصب كتير، لكن لما الموضوع يوصل للنصب على الناس اللي عايزة تروح تحج أكيد ده اللي مش طبيعي. أما في نقاشنا الثاني فهنتكلم عن المراكز والمعاهد البحثية اللي بتسخر تقاريرها للهجوم على مصر وعلى مؤسسات مصر خلال السنوات اللي فاتت. يمكن أهم المعاهد والمراكز دي معهد كارنيجي للسلام، المعهد ده معهد أمريكي بيبث معلومات مغلوطة كثيرة في تقارير ضد مصر وضد شعب مصر. ليه هذا المعهد واخد هذا الموقف تجاه مصر؟ والمصلحة مين؟ الأسئلة دي وأسئلة أخرى هنحاول أن احنا نجيب عليها بالتفصيل، لكن بعد الفاصل النصب على حجاج بيت الله الحرام.